سبيل الرشاد قناة سلفية دعوية على منهاج النبوة. أحسن الله إليك. يعني الكلام في أهل البدعة مثل ما يقال مثلا هم يؤولون الآيات والأحاديث أو يعني يقول يفعلون كذا وكذا، هل يعتبر هذا غيبة؟ يعني إذا كان بين الطلبة هل يعتبر إيش؟ غيبة. غيبة ولا غيبة؟ غيبة غيبة. الكلام في أهل البدع ومن عندهم أفكار غير سليمة أو منهج غير مستقيم هذا من النصيحة وليس من الغيبة، بل هو من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله وللمسلمين. فإذا رأينا أحدا مبتدعا ينشر بدعته فعلينا أن نبين أنه مبتدع حتى يسلم الناس من شره. وإذا رأينا شخصا عنده أفكار تخالف ما كان عليه السلف فعلينا أن نبين ذلك حتى لا يغتر الناس به. وإذا رأينا إنسانا له منهج معين عواقبه سيئة فعلينا أن نبين ذلك حتى يسلم الناس من شره. وهذا من باب النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.